أكبر من كونه ملعب وأصغر من طموحات الرياضيين. ملعب الشعب نقطة انطلاق ملكية وخط تماس بين جمهوريتين. صندوق العراق الكروي نقطة جزاء تركن فيها الخلافات بمقاعد جماهيرية تتساوى عندها الطبقات. شباكه مليئة بالأحداث، زواياه نافذة على تاريخ. معلم رياضي، صرح تاريخي، ذاكرة عراقية. إلى ملعب الكشافة حيث منطلق الفكرة والسبب في تسجيل هدف العراق الذهبي. ملعب الشعب، الحاجة الملحة بعد الحداثة وتزايد أهمية الرياضة في المجتمع. بعد مباراة كانت ضمن الدوري العراقي في ملعب الكشافة، هو لقاء بالمجموعة من اللاعبين والمدربين الفرق اللي كانت تلعب، تعرضوا عليه مجموعة من الطلبات، كان من أهمها أنه إنشاء ملعب يليق بالرياضة العراقية وبالتاريخ العراقي. فكان من الضروري إنشاء ملعب يستوعب الأعداد الهائلة قياساً بنفوس العراق، لأنه إحنا بصراحة بالستينات نفوس العراق تقريباً أصبحوا 10 ملايين نسمة. 10 ملايين نسمة، الملعب اللي يستوعبهم ملعب الكشافة أصبح ما يوفي بالغرض، فليه كان من الضروري أنه ننشئ ملعب كبير دولي. العراق كان يملك ملعب وحيد في منطقة الكسرة اللي هو ملعب الكشافة، اللي تأسس عام 1929 وكان يتسع ل 9000 متفرج. بمرور الزمن هذا الملعب أصبح لا يلبي يعني حاجة المشاهدين، حاجة المباريات، مع توسع قاعدة اللعبة، مع انطلاق الدوري العراقي في ذلك الوقت، مع تعدد الأنشطة والمباريات والمسابقات المحلية والخارجية، ولهذا يعني كانت الحاجة ماسة إلى التوسع في هذا المجال وإيجاد منفذ آخر يستوعب الجمهور العراقي، وهو بناء ملعب كبير.